ساعة يمتلئ الكاس إلى حفته يفيض الزائد على جوانبه كده؟ نعم. إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض. يعني إيه؟ زاد وفاض. شيء افترق عن الموجود للزيادة. شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله. وهذا حكم من الله في الحج. وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على لا تدري دول جايين منين. نعم. ويسمون الجماعة حين تمشي إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب ويخيل إليك أن الكتلة ماشية ما تشوفش. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه بين الناس وبعضها ما تعرفش تميز الايه كانها ايه. ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي سالت يبقى كانها ايه كانها ايه كانها سلم ايه سالت عليه شعاب الحي حين دعا انصاره بوجوه كالدنانير جايين كده وسالت باعناق المطي الاباطح كانه سيل ايه سيل ماشي يعني ما تستطيعش انك انت تميز ابدا تميز الاشخاص. الافاضه اهو الافاضه من عرفات بهذا الايه الشكل. ساعه ما تشوف وقت الافاضه تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفه دول كانوا فين كانوا فين. تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه من شخص من كتله واحده كده. فاذا افضتم من عرفات هيجي هنا افاضتين افاضه من عرفات ثم ياتي في الايه التي بعدها فيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ففيه ايه افاضتين اتنين الافاضه الاولى من عرفات مره ننطقها عرفات ومره ننطقها ايه عرفات. في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه وفي قول الرسول الحج عرفة يبقى مرة نطقت إيه ومرة نطقت إيه طبعا عرفات تبقى جمع وعرفة لوحظ فيها الإيه هي مأخوذة من إيه. أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من إيه هذا هو الايه علم لا تظن انها جبل. فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم ان الجبل المنسوب الى عرفات مش هو عرفات لا. ولذلك في ناس كتير يفهمهم ان ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول لا الحج وادي والجبل ده اسم انه في ريحه سمناه ايه جبل ايه جبل عرفة. يبقى الجبل منسوب لمين مش عرفات هي الجبل لا الجبل منسوب لا عرفة اللي هو الايه الوادي. الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما وبين أن يكون عالما من أول الأمر. قلنا العالم من أول الأمر إذا سميت عالم من أول الأمر لا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ. وقلنا أن قد تسمي واحد شقي سعيد مش كده ولا لا وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعال يا أمر روح يا أمر مش أنت حر ولا لا أنت حر ده اسمه إيه مش وصف اسمه إيه اسمه علم اسم. إلا أن الناس حين يسمون
يتفاءلون بلمح الأصل. فأقول لك أنا حسميه سعد تفاؤلا أن يكون إيه سعيد. تفاؤلا أن يكون إيه سعيد. سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجية ويسمها أمر يقول لك حتى ولا الاسم اديلها الاسم وخلاص. ها مثلا الله دي يبقى خد العلم وبيتفاءل سميته فضل عشان تفاؤلا أن يكون إيه يكون إيه. العرب كانت لما تسمي برضو تسمي صقر تفاؤلا أن يكون أمام أعدائه كإيه كخوف كلب يعني عشان ما حدش يجي إيه يجرؤ عليه أسد يجيبوا إيه مرة يعني عن على. ولذلك قيل لعربي إنكم تحسنون أسماء عبيدكم فيقولون سعيد وسعد وفضل أسماء العبيد حلوة وتسيئون أسماء أبنائكم تسميه مرة وكلب وصخر قال نعم لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية أو هي علم هي الآن علم علم على هذا الإيه انما سموها كده ليه ايوه ده اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفه مره وعرفات قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء يقول لك لان ادم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش الا في المكان ده فتعرفوا. يقول لك الله طب ما كانوا بعض ايه لازمه التشتيته دي ولا لان الله يريد بهذه العمليه ده استئناس عقل برضه واحد ادم لوحده حواء لوحده وبعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجه. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا يبقوا عاديه انما لازم يدوخوا شويه عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجه كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه الموده والرحمه والالفه والسكن يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكايه رتيبه كده لا لازم ايه يدوخوا خلاص لقوم. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكه وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب الى ربك فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا او حينما اراد الله ان يعلم ابراهيم اللي هو الاصل في عمليه الايه عمليه الحج هذا المكان.